اولا كتعريف من نكون، شكون حنا العمال المظاهره هنا اشاره الوكاله. حنا واحد العمال اللي كنشتغلوا على الاقل من بدايه التسعينات ولا من نهايه الثمانينات، يعني ما يزيد على 30 سنه بعقود عمل مؤقته، وكنشتغلوا كما كتعرفوا في هذا القطاع حيوي، قطاع ديال الماء والتطهير السائل، قطاع حيوي، وكنديروا مهام حيويه ومهام جسيمه، بحيث مثلا اللي كيتساءل شكون حنا بالضبط، فحنا هما دوك الناس اللي كتشوف في الشوارع كيصاوبوا لي كيريباريو لي فويت وكيصاوبوا هذا، فحنا هما 99% ولا 95% ديال المراقبين ديال جميع محطات التطهير السائل وديال المشغلين ديالها، فحنا 90% او لا اكثر ديال جميع الناس اللي كتشرفوا والمراقبين ديال المحطات ديال التوزيع ديال الماء الصالح للشرب، فحنا واحد النسبه كبيره كتوصل تقريبا الثلث ديال قراء العدادات في مدينه اكادير. حنا 90% ديال هذوك لي زاجون دونتروتيان في الزنقه، وكنشتغلوا كما قلت بواحد العقود مجحفه. المشكله بقدر ما هي ماشي كاينه في العقود، ولكن ماشي في العقود بالدرجه الاولى، المشكله هو في تطبيق هذه العقود حد ذاتها وتطبيق قانون الشغل، بحيث كنعرفوا بزاف الحرمان ديالنا بزاف ديال الحقوق القانونيه، على راسها اولا ان مدونه الشغل لا تطبق، بحيث لا نستفيد مثلا بالتعويضات على العطله، على العطله المؤدة عنها الاشتغال في يوم عمل مؤدة عنه بالاعياد وكذا اللي يجور فيه، لا نستفيد من الساعات الاضافيه، لا نستفيد من الاقدميه او الزياده في الصالير، بمعنى احنا كنشتغلوا لمده اكثر من 30 سنه سنه تبع سنه بدون اقدميه بدون اي حقوق تذكر حسب ما ينص على ذلك القانون. ولكن مؤخرا عرفت الوضعيه ديالنا واحد مجموعه من التدهورات، خاصه ما يبدو انه تخلي من الوكاله على المسؤوليه ديالها الدرجه الاولى كتجلى في مراقبه دفاتر التحملات ديالها. هذه الوقفه كنديروها وقفه انذاريه للوكاله المستقله متعدده الخدمات، وهاد العمال اللي واقفين دابا هم عمال خدموا بالليل وجاو يديروا الوقفه ديالهم بالنهار، وهذوك اللي ما خدامينش لان العمل ديالهم كيكون في اماكن حيويه، ولا يمكن اننا نكون سبب في توقيف مصالح المواطنين او شي حاجه من هذا القبيل. هذه مجرد وقفه انذاريه، ستليها وقفات في حالات لم يكن هناك حوار جدي، يكون حوار جدي باش نلقاو الحلول لهذه المشاكل اللي ولات عندنا في هاد السنوات الاخيره مع هاد الشركات ديال اللي كيجيو بعقود، وفي نفس الوقت بالنسبه للوكاله خصها تكون حريصه على تطبيق دفتر التحملات، وكذلك تكون حريصه على قانون الشغل انه يكون سريع لهذ العمال. فلا يعقل ان يكون العمال كيخدموا في اماكن حيويه ونهار العيد هو جور في عطله مؤدة عنها وما يتخلصش، هذا هو العبث. وكذلك بالنسبه احنا غير هذه الشركه اللي مشات دابا، الدولة أعلنت على زيادة في الحد الأدنى للأجور ل 5%، العمال ديالنا ما تقاضوهاش في هذا الشهر ديال تسعود ولا زلنا ننتظر، بينما حنا في واحد المفترق ديال الطرق بين دخول شركة وقدوم شركة أخرى، وجابوا عقود لا يمكن القول فيها إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. العام ديال النقابه ديال العمال المظاهره على اشاره الوكاله المستقله في الخدمات.